صعب تتأذى من شخص انت متوقع منه الأذى، لأن انت دايما بتكون آخد حذرك في التعامل معه. الأذى الحقيقي لما جالك ما جاش غير من شخص انت مديله الأمان وكنت واثق فيه جدا، علشان كده لما أذاك أذاك بسهولة، لأن انت كنت عاطيله الأمان وكنت مأمنه جدا جدا على كل شيء، وهو كان بارع جدا في كل شيء عمله معك. دخل بيتك أذاك، عرضك لأذى، فرسالتك النهاردة أو قراءتك هامة جدا وفي الصميم. في أشخاص حوالين منك غدارة، الأشخاص دي محوطاك في كل مكان، ظلموك واستغلوا طيبتك، انت كنت طيب معاهم جدا، فهم استغلوا الطيبة دي وخلوك تفقد الثقة في نفسك وفي اللي حواليك. بعد ما كنت عاطلهم الأمان بدأوا ان هم يخدعوك. الصدمة بقى لما تعرف مين دول، هتبدأ تعيد النظر في أمور كتير، وكمان في بعض العلاقات هتلاقي ان الحظ معاك وبيساعدك للتقدم، وده اللي هيحصل. عندك طريقين، والطريق دون كله خير ليك. الطريق التاني انت مقلق منه شوية، ولكن في شخص خاين مش عاوزك تنجح خالص، مش عايزك تنجح، بيحاول ان هو يشوش على افكارك. ممكن يكون الطريق التاني اللي انت مقلق منه في الشخص ده، فلازم تاخد بالك من الموضوع ده. علشان تنجح لازم تكون بتسعى، السعي هينجحك وهيوصلك لأحلامك، لأن انت عندك قرار مهم، قرار مصيري انت عمال تفكر فيه، عشانك انت عاوز تاخد القرار الصح، وده اللي هيحصل معاك. اشخاص عملت معاهم الخير كله بس هما مزعلينك جدا، مزعلينك منهم، وانت كان ردك ليهم سكوت. ما تعلمتش من اللي فات ليه؟ في كل مرة قلتلك ما تديليش الأمان لحد وبرضه قربت منهم، في النهاية هما خدعوك تاني. هما دول الخاينين اللي جنبك وحواليك في كل مكان، وانت شخص واضح، شخص واضح جدا، وعلى قد يعني على قد ما بتقدر عمرك ما بتزعل حد منك، ومش بتحب تكون خبيث. طبعا الخباثة ده مش فيك، دايما بتقولي الحقيقة وما بتحبش قول الزور، حتى لو الحقيقة دي بتزعل أشخاص كتير منك بتقولها ومش بتتردد لو لحظة. شايفاك كمان شايل حمل كبير فوق طاقتك، شايل حمل كبير جدا ومش قادر ان انت يعني تعدي من الدوامة اللي انت فيها، لان انا شايفة في حمول كتير قوي فوق طاقتك وفوق كتافك، شايل حمل ناس كتير، شايل حاجات فوق طاقتك وشايل مسؤوليات، سواء بقى مسؤوليات عيلتك سواء شغلك، فانت حاسس ان برغم اللي بتعمله محدش مقدر، يعني انت شايل همهم وشايل مسؤوليتهم ومحدش مقدر خالص اي حاجة انت بتعملها معاهم، فدي حاجة يعني تعب نفسيتك خالص. بس هقولك ان انا شايفاك من ناحية شغلك انت بتجني ثمار تعبك وجهدك، اهو شايفك هتبدأ بعد كل تعبك دون من ناحية الشغل، عشان نكون الناس معايا، انا بتكلم على ناحية الشغل، هتبدأ تجني ثمار تعبك وجهدك وتوصل للي انت كنت بتتمناه بقالك فترة. كمان هقولك ان طرقك هتكون كلها مفتحة، بس احذر من الخاين الخضار اللي انا حذرتك منه، اللي انت عملت خير معاه وما تمرش فيه، لان ان انت يعني شايفك اللي هو بتحب حد ومع الحد دون، فهو بقى عايز يمسكك من ايدك لوجعك ويعمل تفرقة ما بينك وبين الشخص دون، بيحاول ان هو يسبب المشاكل ما بينكوا علشان يبعدكوا عن بعض. هقولك ان في رجوع الخطوة اللي جاية، هترجعوا قريب لو انتوا بالفعل بعدتوا بسبب شخص او طرف تالت، فهترجعوا مرة تانية، هتتميز في شغلك وهتتميز في مشاريعك، في اشخاص هتكون مستغربة من نجاحك، على الرغم من انك وصلت للنجاح ده مش معناه انك بقى اللي هو خلاص، لا، عايزاك تحصن نفسك وعايزاك تداري على شمعتك شوية علشان تقيد. اي خطوة جديدة هتاخدها لازم تداري على الخطوة الجديدة دي، عشان الحسد اللي حوالين منك وعلشان الطاقات اللي مش كويسة، شايفة ان في طاقات حوالين منك ويعني طاقات خبيثة، شايفاك متأثر، شايفاك زعلان بسبب كلام اتقال عليك من اشخاص، اشخاص حواليك واكلين عيش وملح معاك وقالوا عليك اسوأ الكلام، وياريت الكلام دون صح، وكمان هم مش غربة ومش بعاد، لا دول قريبين قوي كمان. بس عايزة اطمنك شوية علشان شايفاك شايل هم كبير وشايل حمل،
انت من بعد ما اتظلمت انت عندك نصرة من بعد الظلم اللي انت اتظلمت، وحقك راجع على فكرة، لان النصرة ليك بعد التشويه السمعة وبعد الحاجات الكتير اللي انت مريت بيها، ده حقك راجع. ربنا اعلى واعلم باللي حصل لك، وربنا حميك من غدر اشخاص بيدبر ليك. انا شايفة انك قلقان وبالك مشغول شوية بموضوع معين، ونفسك حد يشيل الحمل عنك ويشيل المسؤولية عنك كمان، بس انت قوي يعني بعز اللي بيحصل فيك، وده بيتكلم وده بيقول وده بيتكلم كتير عليك، وانت برضه واقف وقفة قوية ومش مخلي حد من اللي حواليك يبدأ ياخد عنك فكرة اللي هو انت ضعيف، اللي هو انت مش قادر تقف. لا، ده انت واقف وقفة قوية جدا. عايز اقولك ان انت هيجي حد يشيل عنك شوية، وهيجي حد يطمنك بوجوده من بعد فترة عدم الأمان اللي انت كنت حاسس فيه لما جالك الغدر من الناس القريبة مش من البعيدة. بتفكر كتير وبتفكر في اللي جاي، حاجات كتيرة هتتغير معاك للأفضل، وهيحصل عندك تقدم، وهتكون مشغول بنجاحك وبالتفكير اللي انت هتفكر فيه، وكمان شايفاك هتكون مستقل شوية مع نفسك مع ذاتك مع أحلامك وطموحاتك. انت مشغول شوية ومش واخد بالك من اللي بيدبر ليك حوالين منك، في فخ بيتنصب لك وعايزين يوقعوك في المكيدة دي اللي هما بينصبوها لك. حاسة بيك وعارفة ان جواك وجع، وجواك وجع كبير جدا من اقرب الناس اللي خدعوك وطعنوك في ظهرك، ولكن هما هيحسوا بغلطهم بس بعد فوات الاوان. هتشوف اكتر انسان سبب لك اذى شايفك وانت قوي وانت من جواك ضعيف ومش عايز تبين، بمعنى صح، فهيستغرب جدا من القوة اللي فيك دي. حياته هتتحول والكارما هتتحقق ليك، الكارما هتتحقق، وكل اللي هيحصل ان هما هيحاسبوا على كل حاجة وعلى المشاريب دي كلها، وهيكون حياتهم متشقلبة تماما. فانا مش عايزاك تشيل اي عداوة جواك، هتلاقي الحق بيرجع تاني لاصحاب الحق، وانت ساعتها بقى اللي هتكون اجدع واحسن منهم، لان عمرك ما شمت في حد، ولا عمرك ضايقت حد، ولا عمرك اتكلمت على حد، ولا عبت على حد في الكلام. شايفه ان في ناس بدأت تتغير عليك وراجعين طالبين منك فرصة مرة تانية، شايفه انك برضو بتطلعهم بره حياتك لان وجوده ما بقاش يفيدك بحاجة. كفاية تدي فرص لناس ما تستحقهاش، ولما حد يطلع ندل معاك حاول ما دخلوش حياتك مرة تانية، لان الندالة هتكون طبع فيه. في ناس حوالين منك دخلوا معاك في مواقف اكتشفت ان هم قليلات الاصل، ما تسكتش كتير على دون، حط كل واحد في موقعه الحقيقي. كفاية تدي فرصة لناس ما تستحقهاش وناس ما تستاهلهاش. شوف بقى الناس اللي بتحبك وحاول انك تقرب منهم. خسارة الاشخاص عمرها ما كانت السبب الرئيسي في حزنك. الزعل على فكرة بيكون على المقام الأول، بيكون على نفسك وعلى الوقت اللي ضيعته وعلى مشاعرك اللي استهلكوها، اللي انت استهلكتها مع ناس ما تستاهلش. بتزعل على نفسك، لكن الأشخاص دي لا بيتزعل منها ولا يتزعل عليها. وبعض الأشخاص عنك مع انك بتكون متعشم فيهم دي أكتر حاجة بتوجعك، بس بعديها بتحسب صح، بتحسب كل حاجة صح، بتخليك تكون مركز أكتر وتبدأ تشوف حياتك، تشوف مين ينفع تديله الثقة ومين لا. عايز اقولك ان حياتك الفترة اللي جاية هتتبدل تماما، وهتبدأ تحسب حاجات كتير صح، وهتعمل دراسة جدول من جديد، تشوف المفروض تعمل ايه، تشوف المفروض تعيش حياتك ازاي، وتبدأ تطمن بعد احساسك بالقلق والتعب الكبير اللي انت حاسس بيه دون. هيكون عندك شوية امان وشوية اطمئنان، هتبدأ انك ما تديش لحد حاجة لو ما فيش مقابل، او هو مش هيرد لك الحاجة دي، لان انت ياما عانيت وياما قسيت بسبب الموضوع دون، ان انت كنت مع ناس بتاخد ما بتديش. بتمنى ليك الخير والتوفيق والسعادة، بتمنى ليك حياة سعيدة خالية من المشاكل، ويا رب تكون استفدت من الفيديو، واشكرك جدا على المتابعة.